الرابع من الأصول المختلف فيها وهو القياس، وهو إلحاق الفرع بالأصل لعلة تجمع بينهما، وهو ما يسمونه قياس العلة. هذا قال به جمهور أهل العلم، وأنكره الظاهرية بعض الحنابلة وطوائف قليلة من أهل العلم، ولكن جمهور الأمة على القول به، على القول بالقياس، وهو دليل صحيح إذا توفرت شروطه. القياس له شروط مذكورة في كتب الأصول مدونة، إذا توفرت شروطه وانضبط فإنه دليل بلا شك. يبقى عاد أشياء مثل قول الصحابي، مثل استصحاب الأصل، مثل هذه أمور اختلف العلماء فيها، والخلاف فيها قوي. أما الخلاف في القياس فهو خلاف ضعيف، الجمهور على الاحتجاج بالقياس، لكن الإمام أحمد يقول القياس يذهب إليه عند الضرورة، مثل الميتة يذهب إليها عند الضرورة، ما دام وجد نص من كتاب الله أو من سنة رسوله فلا حاجة إلى القياس، إذا لم يوجد فيذهب إلى القياس من باب الضرورة. نعم.